بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الترانزيشنز حركات انتقالية. الترانزيشنز هي الحركات اللي بتنقل السلايدز نفسها يا جماعة. الترانزيشنز مش بس ممكن تطبق على حركة انتقالية من سلايد لسلايد، ممكن تطبقها على حركة انتقالية من سلايد للاير أو من لاير للاير تاني. بمنتهى البساطة بنروح للترانزيشنز نحدد السلايد الحركة بتاعتنا. طبعا كل حركة بيبقى لها يعني افكتات معينة مثلا، وبيبقى لها وقت معين، خلينا نقول مثلا ثانيتين، وبعدين ممكن اعملها ابلاي تو اول. الكلام ده يتطبق على كل السلايدز اللي موجودة في البروجكت بتاعك ولا على كرنت سلايد بس. طيب خلينا نقول بريفيو للسلايد ديت بس، ونشوفوا تأثير الحركة الانتقالية ديت من اول ما بيبتدي يشتغل التايم لاين وهو راح يظهر لغاية لما يظهر بشكل كامل، بعدين ينفذ لي التايم لاين حركة الأوبجكتس اللي موجودة في التايم لاين بتاعك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.